صراحة ألمتنا بزاف كمغاربة هذيك الصورة اللي نزلت، ونقولوا الله يشافي لنا ملكنا يا ربي ويحفظه لنا، لأن فعلا هو من بعد الله هو حامي الوطن، والله ينصره ويبعد عليه كل شر يا ربي ويحفظه لنا، لأن الشعب المغربي احنا الحمد لله معروفين أننا كنحماقوا على ملكنا، والله يخليه لنا يا ربي.